اهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناتي، وسمحوا لي بزاف على هذه الغبره غير مع الوقت وصافي. اليوم قلت علاش لا نشارك معكم واحد النهار كنت خرجت تقديت مؤخرا ودرت فيديو، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم بعض المشتريات واخا ما كنتش معوله. صراحه كاين رخاء واستغليت الفرصه، ما كاين غير 50% 60% 70%، خصوصا كانت خاصاني واحد الطابيه لقيتها تقريبا بالنصف ديال الثمن ديالها بعض المشتريات. المهم بلا ما نطول عليكم البنات، غادي نشارك معكم بعض المشتريات ودوزوا معايا النهار ديالي وحد العشيوه خفيفه ظريفه، تبعوا معايا وما تزابيوش. جينا فحنا بعد ما خدينا داكشي اللي زعما اللي لقينا فيه الصولط ولقينا زوين تماما مناسب، خصوصا البنات كانت خاصاني الزربيه في الصالون ديك الطبله الكبيره كنجلسوا ناكلوا عليها هي اللي كانت خاصاني. هي لقيت هذه فيها الزخرفه مغربيه صراحه رائعه، دابا نوريكم فين درتها وكيفاش دوك الزواقات اللي فيها والالوان صراحه حمقتني، ولقيتها حتى هي نصف الثمن. وخديت هاد جوج وسيد ميديكال حتى هما مزيانين مرتاحين في النعاس باش ما يضركش عنق كيبقاو واقفين ورطبين. وخديت كذلك هاد العصاره حتى هي لقيتها في السولت صراحة، كانت هي خاصاني عندي غير ديك ديال اليد باش كنعصر الليمون. دابا نوريكم من بعد كي دايره من الداخل، هي راه كبيرة شوية ما صغيراش. وكذلك خديت هادي اللي كتبقى شادة الطبيسلات الا غسلتيهم مثلا تبغي تقطريهم، وهادي كديريهم هنا بحال الشبيكة ولا تخليهم يعني تخليهم هكا هازين يعني هاز مهزوزين في هذيك اللعيبة. وخديت كذلك هاد التصاور كيشعلوا عندهم البلاصه ديال الحجره فيهم هاد الرسوم ديال الاسباس زوينين. الشومبر ديال ولدي تنديرو نصايبو مليح في الشومبر. وخديت كذلك هاد الفرفاره ما طويلاش بزاف، متوسطه ما طويلاش، ولكن حتى هي فيها الصولد وزوينه وهاد الستيل ديالها صراحه حمقني. وراجلي قال لي علاش لا ما ناخذوهاش، واخا نديروها عندها غير في البيت مره مره. وخديت ليا كذلك هاد الصباغه ديال واخا ما كنديرش الصباغه انا مره مره بزيت ارغان صراحه زوينه، مره مره نبدلو شويه. وانتوما كيف كتشوفوا الزريبيه بالالوان اللي قلت لكم والزخرفات اللي قلت لكم بحال ديالنا بحال الزخرفه ديال اكادير ديال الشلوح هكا كنظن بحال هكا تقريبا. صراحه جاتني هنا زوينه. وغنوريكم دابا سميتو العصاره من الداخل حيت ما صورتش لكم من الداخل كي دايره. عندها واحد جوج ريوس، كاين راس كبير وراس صغير. الراس الغليظ الكبير اللي قلت لكم تيكون الليمون خاص بالليمون اللي كيكون غليظ، وكاين هذا الراس الصغير عنده دوك سنينات شويه ما طوالش كيكون الخاص بالليمون الصغير اللي كتشوفوا صراحه كبيره ماشي صغيره زوينه. وصافي هذا مكان ندوزو العشيوه ديالنا، غادي نوجدو ان شاء الله عشاء يعني عشاء خفيف ظريف ما كيطلبش بزاف ديال الوقت ولكن صراحه رائع.
بالمكونات غادي نحتاجو ان شاء الله البطاطا سلقتها ديجا، انا سلقت كاع الخضره، سلقت خيزول، بروكولي، البطاطا قطعتها هكا طريفات. غادي ندير ديك الرجعه بيوري، يعني بطاطا غادي نطحنها مع الفرماج. راكم عارفين البطاطا بيوري عزيزه على الدراري الصغار والكبار كذلك، بالفرماج والزبده وشويه الملحه والابزار، مقاديرها هما كاينين البنات موجداهم. وغادي كذلك نوجدو سميتو داك سلطه ديال البروكولي، شرموله ديالها بالثومه والبزار والملحه، وغادي نزيدو عليه الشامبينيون والمايس وخيزو مسلوق مقطع حتى هو كذلك. وغندير كذلك غادي نحضر معاهم واحد ضروري نحضروا معاهم البيوري، كتبغي مره كتبغي دجاج ولا تبغي اللحم ما كتبغيش تاكليها بوحدها. غادي نحضر معاها طريفات ديال الصدر ديال الدجاج قطعته هما كي كتشوفوا، وغندير معاهم غنشحروا بشويه التوابل. وهذا ما كان، وخليكم معايا وما تزابيوش. صافي نبداو على بركه الله. غادي نحكو الثومه، غادي نبداو بالبروكولي. ضروري كديري لي الشرموله ديالو، الثومه والابزار والملح ومعلقه مع معلقه ممتلئه صغيره ديال الزبده كيف كتشوفوا على الفيديو. وغنديرهم يتشحروا تذوب ديك الزبده وتشحر ليا ديك الثومه. غنضيف الابزار الملح ونشحرهم ونعود نرجع لكم. وفي البطاطا البنات غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الزبده عامره، يعني على حساب الكميه ديال البطاطا وشحال درتي. وغادي ندير شويه البزار وشويه الملحه، وغنضيف كذلك دوك جوج قطع ديال لافاش كيري الفرماج، قدروا ديروا كيري، ونص كاس ديال الحليب كذلك. وغادي نخلط الكل بالطراب الكهربائي حتى تولي ليا كترجع بيري، يعني تعطيني داك القوام اللي بغيت انا. وصافي وهي البطاطا ديالنا واجده. الصراحه كتجي زوينه وسهله وما تطلبش بزاف ديال الوقت، وكيحماقوا عليها الدراري الصغار، وانا براسي كتعجبني. صافي ونخلط الكل حتى نحصل على القوام اللي نبغي. كيف كتشوفوا رجعتها في هذا الاناء اللي شويه غارق حيت غندير الطراب كهربائي، ما جاتنيش هذا الاناء، جاني شويه هابط. وغنضيف الحليب كيف قلت لكم، الحليب نص كاس، ولكن من بعد احتاجيت الكاس لارو زدت واحد شويه الحليب وخلطت الكل. بعد ما تشحرت لينا ديك الثومه مع الزبده ضفت المكونات، البروكولي، الشامبينيون، المايس، والجزر، ونخليه يتشحر شويه حيت طايبه الخضره ما تحتاجش بزاف ديال الوقت. نشحرو مزيان وغادي نضيف عليهم صوص صوجا.
وهنا نشحر القطع ديال صدر الدجاج بزيت المائدة، وضفت شوية الملحة والتوابل الخاصة بالدجاج. صراحة بدوك التوابل ديال الدجاج كيجي زوين، وشوية ثوم بودرة والبصل والكاري وبابريكا، هادو هما التوابل اللي درت في الدجاج. صافي ونشحرو مزيان حتى يطيب ليا الدجاج، وغادي نحيد دوك القطع ديال الدجاج البنات، وغادي نضيف شويه الماء في المقله مع داك لاصوص اللي بقى ليا في المقله. حاولوا ديروا البنات داك المعلقه ديروها منخوله، يعني ديروها في شي صفايه ولا بغربال صغير، وبحال كديروا الكيكه ديروه منخول باش ما يجيكمش دوك الحبيبات في لاصوص. انا مع الزربه وداك الشيء لحقت ودرت المعلقه ديال الفوص. خصك تحركي مزيان، ما توقفيش من التحريك باش يجي داك لاصوص يجي زوين وما عطيش دوك الحبيبات ديال الفوص. وكذلك درت هاد الغولون برينتون، خديناه من برا ما صايبتهمش، انا درت غير وحده ليا وحده لراجلي. الصراحه مع كبيره كل وحده قداش ديري وحده صافي تشبعي. درت جوج قليتهم في الزيت حتى هما نحطهم مع العشاء ديال الدجاج، معمرين بالدجاج حتى هما وبالفيرميسال وشامبينيون. وصافي نخليكم مع الكماله باش نرجعو نوريكم النتيجه النهائيه. وحنا وصلنا لنهاية الفيديو ووجدنا العشيوة ديالنا. كيف كتشوفوا الدجاج هو واجد، دوك السيجارات هما درتهم في الكاغد باش ديك المشوار ديال الكلينيكس باش كينشفوا من داك الزيت، خليتهم يشربوا داك الزيت. وهال البوري ديالنا واجدة. صافي بقى ليا غير نحضر كلشي نحطه في كل واحد الطبسيل ديالو، يعني التزيين كيبقى اختياري. ونتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم، والى الفيديو الجاي ان شاء الله. وبالصحه عشاكم وتصبحوا على خير. يلا تهلاو فراسكم، مع السلامه.